لقد طلق رجل زوجته 3 طلقات في مجلس واحد بلفظ طالق طالق طالق، وهو في بلد غير البلد التي فيها الزوجة التي طلقها، فأرسل لها شريط تسجيل يخبرها بذلك، وهو لا يعلم هل هي في طهر أم لا، ولم يسبق له جماع منذ سنة، ولم يسبق له أن طلق زوجته تلك، هل يقع الطلاق حينئذ أو كيف يكون الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل وفيه استفسار، فإن كان يقصد بتكرار الطلاق تكرار الطلقات فإنه يتكرر وتقع الثلاث. نعم. أما إذا كان يقصد التأكيد أنت طالق 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 ولم يأتي بحرف عطف الواو أو ثم، وإنما كرره بدون حرف العطف وهو يقصد التأكيد وإفهام السامع، فهذا يكون طلقة واحدة لأنه قصد واحدة وكرر الباقيات تأكيدا لها فقط لا تأسيسا. نعم. وكذلك الحال في بالنسبة لحالة المرأة، هل هي على طهر أو هي حائض؟ إن كانت على طهر فإن الطلاق يقع بإجماع أهل العلم. طيب. إن كانت في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق يقع بإجماع أهل العلم. أما إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حال حيض هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. وعلى كل حال الواجب على السائل أن يراجع المفتين في بلده. طيب. راجع المفتين في بلده. نعم. ليستفسروا منه ويرشدوه إلى الحكم الصحيح إن شاء الله.